أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: قال بعض الناس من ابتدع بدعة واحدة فهو مبتدع ضال، هل هذا صحيح؟ ومتى يبدع الشخص؟ وجزاكم الله خيرا. البدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة. البدعة هي العمل الذي ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله وليس عليه دليل. والبدعة إنما تكون في العبادات، ولا تكون البدعة في العادات كالثياب والمراكب والمباني، وهذه ليس، هذه بدعة لغوية لكن ليست شرعية. إنما البدعة في العبادات. من أحدث في أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والذين يعرفون البدع ويحددونها هم العلماء، هم العلماء يحكمون بالبدعة عن دليل وعن معرفة. أما طلبة العلم والمبتدئون والعوام ليس لهم حق في أن يحكموا على الناس بأنهم مبتدعة وأنهم مخالفون من غير علم. فيجب على طالب العلم أن يترفق وأن يتأنى في الأمور وأن يسأل أهل العلم. والبدع تختلف، منها بدعة كبيرة وبدعة صغيرة وبدعة متوسطة حسب المخالفات، ليست البدع على نوع واحد. ولكن لا يحكم على الشخص أنه مبتدع إلا عالم بالكتاب والسنة. فالترامي والتراشق بالبدعة من غير علم ومن غير معرفة هذا خطر عظيم.